فعشان كده بقول صلاح يلعب راس حرب. انا من وجهة نظري اه افيد لينا واخطر، وهيبقى دايما قريب قدام الجول، وهو زي ما انت شفت كده. بس صلاح مثلا الضربات الرأس اللي يوجدها كراس ما احنا حربة، مش عايزين ضربات العبش الرأس، احنا بيمينه، عايزين الحاجات اللي هي شفت انت الماتش امبارح، الثرو باص اللي معمول له مش بتاعته، بس السبرنت بتاعه عمل ايه؟ فرق عن الديفنس وعن حارس المرمى وراح بتاعت جاب جول. ليفربول وتوتنهام. اه نفس الكلام برضو في الماتش اللي هو بتاع كونغو، مظبوط، ماتش هو بص كونغو. عنده الانطلاقه ال 10 متر دي مش موجوده عند اي لعيب في العالم، حتى كريستيانو. في ناس بقى هتهاجمني دلوقتي، ليه؟ كريستيانو على بص كريستيانو على مدى السبرنت اللي هو الطويل يفرق عن اي حد، انما الستارت بتاع ال 10 متر دولت صلاح يفرق عن اي حد في العالم، فانت وعشان كده مميز، وعشان كده ان شاء الله يلعب في انديه كبيره، وعشان كده بقول لك لازم يلعب راس حربه، لان هو في ماتش الكونغو لما داس على الكوره الستارت بتاعه عمل ايه؟ عدى الناس دي كلها فرق وحط 3 جون، 4 متر عن اللي وراه وحط جون. وما خافش، يعني واحد تاني كان ممكن لما بس الجون يا خرج كابتن، عليه لا بيبقى يعني دايما اللي احنا عارفينه ونتناقش في الموضوع ده، ان اللي بيلعب راس حربه دايما مستني الكوره اللي بالعرض مثلا، فهو مش هتجي يعني، حتى لو جات له كوره الكرة بالعرض مش هيلعب الحديثة. الكرة الحديثة ما فيهاش دلوقتي راس طرب. حربة، ما فيهاش راس حربة، اللي جاي اللي قادمونا من الخلف واللي جاي من على الاطراف، بس مثلا واحد زي سواريز، ما هو بيلعب في برشلونه، ما هي دي ما كره تحتيه بلاوي سودا من طبعا. بس انا بقول لك هو بيجيب اجوان هو كتير. ما بيعرفش يلعب اصلا سواريز، هو راجل بس بيلاقي الكرة قدامه من ميسي، كان من نيمار، من انيستا، ده انت عايز ايه تاني؟ ده انا لما ما بنزيما بعرفش. طيب. بنزيما بيعاني شوية لان كل التركيز بيبقى على كريستيانو، فعشان يعني كده نفس قصة اي صلاح بالظبط كده اي حد هيلعب راس حربة مهما كان هو بالذات ريال مدريد. في ريال مدريد طب ما اشمعنى هيتظلم. سواريز ما بيعانيش مثلا في برشلونة؟ ما هو سواريز السنة اللي فاتت جاب 36 جون او ما 37 جون. هو عارف امكانياته، هو بيترجم اللي بيعمله كله بقى نيمار على انيستا على ميسي على السنة اللي البا، فاتت كان نيمار يعني. واخد بالك؟ فالمشكله كلها ان دايما قدام الجون زي